تعالوا نخرج نروح بيرو، دولة من دول أمريكا الجنوبية عملت حاجة غريبة شوية، عملت أيام خروج للرجالة غير أيام خروج الستات لمكافحة انتشار العدوى. حكومة بيرو اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية بين سكان البلاد، منها تحديد أيام لخروج النساء من المنازل وأخرى للرجال بهدف تقليل الكثافة في الشوارع والأسواق. فاكرين لما مرة زمان قالوا هننزل العربيات لأرقامها فردية في أيام، والعربيات لأرقامها ثنائية عشان نخف الضغط على شوارع القاهرة؟ كذلك في الشوارع والأسواق، وفقا لما تداولته وكالات الأنباء، قرار الحكومة بيتيح للرجال مغادرة المنزل أيام الاثنين والأربع والجمعة، النساء ثلاث خميس سبت. ويأتي الإجراء الجديد بمقتضاه يبقى الرجال والنساء على حد سواء في المنزل أيام الأحد، بعدما فرضت بنما إجراء مماثل قبل يومين جراء فشل واسع النطاق في فرض حجر صحي شامل لأجل غير مسمى. برر رئيس بيرو مارتن فيسكارا هذا القرار بالقول إن الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار الفيروس مطبقة حتى الآن لم تؤتي بالنتائج المنشودة، ولذلك بدأوا يعملوا الإجراءات ديت.